السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لماذا ننصح الجميع أن يتعلم التنويم المغناطيسي؟ التنويم المغناطيسي فهو واجب على أي شخص في العالم أن يكون محترف فيه. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان أو بعض الأشخاص يكون عند زوجته أو أخيه أو أبيه أو أمه يدخل في حالة هستيرية أو في مرض نفسي خطير على الساعة 12 ليلا أو الواحدة ليلا أو تقريبا الثالثة صباحا أو في الفجر. وفي هذه الأوقات إذا الشخص دخل في حالة هستيرية أو مرض نفسي فإنه يزداد بشكل كبير وسببه يكون الخوف، وهنا ممكن لن تستطيع أن تأخذه إلى الطبيب لأن ستجد مشاكل كبيرة وفي نص الليل. فهنا ماذا ستفعل؟ فالشخص سيزداد مرضه بشكل خطير جدا، أو ممكن تكون بعيد على الطبيب بشكل كبير، أو ممكن لا يكون عندك أموال لتذهب الشخص الذي معك، أخوك، زوجتك، ابنك، أن تجعله يذهب إلى الطبيب. ممكن لا تكون عندك أموال، ممكن تكون عدة أسباب. فهنا إذا كنت تمارس التنويم المغناطيسي ستعالجه في نفس اللحظة وبشكل سريع، وهنا ستنقذ زوجتك أو أخوك أو أي شخص معك في تلك اللحظة، ستنقذه من ذلك المرض النفسي، لأن المرض النفسي أو الحالة الهستيريا تزداد بشكل خطير جدا إذا لم تسرع في علاجها في أوقات الليل. فلذلك تحتاج تعلم التنويم المغناطيسي. أنا أخي ازدادت حالته بشكل خطير جدا 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 جدا، والحمد لله أنني أنا مدرب ومعالج بالتنويم المغناطيسي، فعالجته بشكل سريع جدا والحمد لله، فأصبح بخير لدرجة أخي كان يقول بأنه جاءتني الموت، جاءتني الموت، إنني أشعر بالموت. وفي تلك اللحظة عالجته بشكل سريع لدرجة قال لي أخي اجلس في جنبي. فأنت كذلك تحتاج أن تتعلم التنويم المغناطيسي ضروري ضروري ضروري، حتى دائما تكون أنت هو طبيب زوجتك، طبيب ابنك، طبيب أخوك، وطبيب أي شخص قريب إليك. فمن واجبك أن تتعلم التنويم المغناطيسي. فإذا كنت تريد تعلم التنويم المغناطيسي فما عليك التواصل معنا وأن تتعلم كذلك مثل جميع طلابنا. هذا كل شيء، نراكم في فيديوهات قادمة وإلى اللقاء. تواصلوا معنا على الواتساب